خلونا بقى نروح دلوقتي لمقر النادي الاهلي ونتابع يعني التدريبات والاخبار الاخيره عن النادي الاهلي مع مراسلتنا العزيزه سالة حامد، هي موجوده في فرع الجزيره. يا سالة صباح الخير، برحب بيكي اكيد في البدايه، وعايزه طبعا اعرف منك اخبار النادي الاهلي، بس كمان عايزاك تطمنينا على حاله الطقس عندك، وعايزاك تطمنينا برضو عن الحاله المروريه، وعايزاك تدينا صوره كده عن برضو ما يحدث داخل الفرع عندك من يعني توافد لبرضو الاعضاء. اتفضلي يا سالة. صباح الخير يا نهاوندو. طبعا في البدايه خليني اصبح على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، يوم جديد وحلقه جديده اكيد من 10 الصبح في الاهلي. وزي ما انت قلتي حاليا انا هكون معاكي ومع كل جمهور النادي الاهلي من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، وفكره يعني اخبار النادي الاهلي دايما متعودين عليها عشان انقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه وكمان الفريق الاول لكره القدم. بس خليني قبل ما اتكلم يعني عن التدريبات واحوال جميع الفرق اطمن يعني كل جمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي على حالة الطقس وحالة المرور اللي موجودة دلوقتي. يمكن حالة الطقس نهاوند حاليا يعني حالة الطقس يعني درجة الحرارة منخفضة، يمكن زي ما متعودين كل يوم في الساعات الاولى من صباح اليوم درجه الحراره بتكون منخفضه، يعني بتكون يعني 6 أو 8 درجه مئويه، فده بالنسبه لحاله الطقس. كمان بالنسبه لحاله المرور، حاله المرور يعني جيده، يمكن الاماكن المحيطه بالنادي حاله المرور فيها جيده، وانا كنت جايه يعني في الطريق من ناحيه الدقي الزمالك الحاله المروريه كانت جيده في المناطق دي وكل الاماكن القريبه من النادي الاهلي. كمان يعني الاعضاء بدات تتوافد بالفعل يا يعني نهاوند على مقر النادي في الساعات الاولى من صباح اليوم. يمكن العدد دلوقتي داخل النادي الاهلي من أعضاء قليل شوية، وفي ملعب مختار التتش عدد بسيط من الأعضاء يعني كبار السن، متعودين دايما يعني حتى في الشتاء وفي الجو ده متعودين ان هم يعني يمارسوا الرياضة ومحافظين على لياقتهم البدنية ان هم يجوا يتمرنوا في ملعب مختار التتش بعض التدريبات ويلفوا كمان حوالين التراك. فيعني لسه أعضاء النادي الأهلي تتوافد على مقر النادي. ده بالنسبه لي يعني احوال النادي الاهلي. خليني بقى انتقل واروح لتدريبات جميع الفرق، وهبتدي معاكم بالفريق الاول لكره القدم اللي النهارده هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات وهيعودوا مره اخرى يستأنفوا تدريباتهم على ملعب مختار التتش عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراه الثالثه ليهم في بطوله كاس الرابطه واللي هتكون يوم الجمعه ان شاء الله يا نهاوند مع نادي المقاولين العرب. المباراه هتكون يوم الجمعه في تمام الساعه 5 مساء على استاد الاهلي والسلام، ده طبعا ثالث مباراه وضمن منافسات بطوله كاس الرابطه الأندية المصرية المحترفة. ده بالنسبة لفريق كرة القدم. خلينا ننتقل واروح لجميع الألعاب الأخرى، وهبتدي معاكم بفريق الأول لكرة السلة رجال تحت قيادة الكابتن أو مستر أجاستي إبوش المدير الفني الأسباني لفريق النادي الأهلي، واللي امبارح يعني إداهم راحة سلبية من التدريبات بعد مباراة الزمالك اللي كانت على صالة نادي الزمالك واللي فاز فيها النادي الأهلي بفرق نقطة واحدة على نادي الزمالك. امبارح كانوا في راحه سلبيه والنهارده ان شاء الله هيرجعوا يستنفوا تدريباتهم مره اخرى على صاله امير عبد الله الفيصل عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراه الرابعه ليهم في الدور الثاني من المرحله الترتيبيه لبطوله دوري السوبر لكره السله واللي هتكون ان شاء الله يوم الجمعه امام نادي الجزيره الساعه 8 على صاله الامير عبد الله الفيصل، الصاله اللي دايما بيتمرنوا عليها لاعبي النادي الاهلي جوه مقر النادي. كمان يعني الطايره رجال او الماسترز النهارده ان شاء الله يعني يمكن ميدو مسلحي او كابتن ميدو مسلحي مدير الفني لفريق الطايره انه الماسترز النهارده يتمرنوا على فترتين، يمكن كثف التدريبات شويه نهاوند انه يتمرنوا النهارده بدل فتره واحده يتمرنوا على فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه. الفتره الصباحيه هتكون من الساعه 12 للساعه 2 والفترة المسائية هتكون من الساعة 6 للساعة 8 على صالة أيضا أمير عبد الله الفيصل عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراة القادمة وأول مباراة ليهم في بطولة كأس مصر في دور ال 32 من بطولة كأس مصر أمام نادي جزيرة الورد اللي هتكون يوم الجمعة إن شاء الله وهتقام في مدينة المنصورة. كمان بالنسبة لفتيات الذهب وسيدات الطايرة تحت قيادة الكابتن حمدي الصافي بعد مباراة السموحة ومباراة الزمالك قرر كابتن حمدي إن هم يريحهم شوية من التدريبات ما دام مفيش مباريات يعني الاسبوع ده ولحد النص اسبوع اللي جاي مفيش مباريات، فقرر ان هم يريحهم شويه من التدريبات ويعني يكونوا في راحه سلبيه لحد يوم السبت القادم، وان شاء الله هيرجعوا يوم الاحد للتدريبات عشان عندهم مباراه في بطوله كاس مصر دور ال 16 مع نادي دلفي وهتقام في مدينه الاسكندريه. استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضيه كمان خلينا نتكلم شويه عن كره اليد.
في النادي الاهلي، وبعد عوده رجال اليد مره اخرى للمباريات والتدريبات بعد فتره يعني طويله من التوقف الدولي، دامت لمده شهر ونص بعد يعني ما كمان خاضوا اول مباراه امام نادي سموحه يوم الثلاث الماضي. النهارده ان شاء الله يعني كمان شويه هيتمرنوا نهاوند على صاله النادي، وبعد التمرين هيتجهوا مباشره لمدينه الاسكندريه عشان عندهم يعني يدخلوا في معسكر مغلق عشان عندهم مباراه مهمه بكره ان شاء الله امام نادي سبورتنج الساعه 6 على صالة نادي سبورتنج، ودي هتكون ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين لكرة اليد. يمكن ديانا هواند كانت كل أخبارنا النهاردة المتعلقة بجميع الفرق الرياضية وكمان الفريق الأول لكرة القدم وأحوال يعني النادي طبعا وحالة الطقس وحالة المرور. أكيد أنا معاكي لو في أي سؤال، والآن عودة مرة أخرى استوديو كلمة ليك يا هواند. طبعا تفضلي. لا يا سلام، بشكرك جدا على التغطية دي والأخبار الجميلة كمان اللي انت كنت بتقوليها لنا، شكرا ليكي جدا زميلتنا العزيزة سالة حامد، ومبروك على فكرة لأن هي اتخرجت امبارح برضو.